ايه جاي، قوم يا واد قوم. ايه يا شيخ، اصحى وش فيك؟ ترك دجلتها، قوم سلامات، وش تبي يا شيخ. نسيت اللي عندك اليوم؟ يعني يا شيخ؟ خلي لي حالي، وش فيك انت؟ ارحم امك، ترى عندك تسجيل. خلصنا، يلا صح قايم، يلا تأخرنا. يلا اسبقني الاستوديو وانا اجي. دبليو سيجن كاش ام سي دوت كوم. لأني أمشي على قاعدة، تحترمني ولا تطلب المساعدة؟ تدري ليش كذاي دمار شامل جاي عليك؟ تستقبل سكوتي أنسيك ماضي، أتصنع السكوت وصمت لما تحس إني ما أكمل كلمة مني يا حبيبي شوية، راح تخليك تتألم تعلم يا حبيبي كيف تتكلم. اس اي ال في اي ار جي، رجعتكم أنا سيلفا جي، لا أهتم بأي واحد منكم، أوزن الكلام وأعلمكم. راسي في الواقع على رؤس الظلام، وتو ان دي خلص الكلام، علامة استفهام تحتك فينا الله العلام، وش اللي بيصير فيك منا؟ لأنه لو ان بهذلك يا اشبه بعد ام سنه، حيكون يومك اليوم شنيع منا، فاقية مافيا صدها قولها منا ضربة قاضية، بطريقة موجهة بطريقة نافية، شر بلا هياطة حضرة سيارة فلا تكون من النطافة. سو خلك بعيد وي، انت بتقرب تبي توصل مستوانا، جد على نفسك وتجرب مرة مرتين وبعدها حبتين، بعد كده جرب راسك تعال جرب. اس اي ال في اي ار جي، رجعتكم انا سيلفا جي، لا اهتم باي واحد منكم، اوزن الكلام واعلمكم. اعتبر كلامي كله قصف عشوائي، قرب وقرب معك المشاوي اشويك، تحسبني فكر فيك بلمحة بصر قادر انا اقول عيارتك لك فحم مسلح مقامي عالي، فرق بينك كبير وانا في العلال، ياب وانت مجرد في الاستوب، انت حدك طالع سبونج بوب وانا سيفجل من كيوتي الرابي بين حواري اوري العذاب، يعني لما اتكلم يا حبيبي شتفك لا بس كتولك الموالحة، وإزناد الموت على راسك كفي ساسك اس جي داس كلام مصفر وسهل سيلفا جي، غيابي فترة لا تحسبني منتهي، اتبع عفو ظلمة واذا حندوري اجي